لو بنتكلم على الصرف وبنتكلم على المليارات، نقدر نتكلم في أرقام واصلة لفين؟ بالبلدي بالاختصار كده، الفدان بتكلف له من 200 ل 250 ألف جنيه، لما بتتكلم عن مليون يعني بتتكلم عن 250 مليار جنيه. يا خبر أبيض، ده ايه ده؟ احنا نعم. ما اتكلمناش لسه ده عن جزء المعالجة، ما خدناش على شبكة نقل الدرع والماء والكذا يعني. نعم. يعني شفت الأرقام بقى ببساطة؟ طبعا طبعا طبعا. أرقام عشان كده كانت السنوات السابقة وفي العهود السابقة احنا ما بنلومش حد ولا بنلقي الضوء، كان هو ده اللي قدرات الدولة انها تقدر تعمل مشروعات عملاقة بهذا الشكل. لو الإرادة يا فندم، الإرادة هنا مهمة جدا، الإرادة السياسية مهمة جدا طبعا، والرغبة والرغبة في انه مصر طبعا، الحوكمة وإدارة المشروعات والرقابة عليها وضمان تنفيذها في وقت مناسب ووقت قصير عشان تحققي الجدول الاقتصادية منها وتحققي والعائد يعود على شعبي بسرعة. بالظبط، أمور كبيرة يجب أن يعني الناس تنتبه للجهد اللي بيتم في هذا الأمر يعني. صحيح صحيح. سيادة الوزير، الصادرات المصرية، ده آخر سؤال، يشرفني إن أنا يعني ربنا يخليك، بس أنا خلاص خدت الوعد على الهوا أهو، أنا بحب كده آخد الوعد على الهوا علشان الإجراءات بتاخد وقت. أرجوك عايزين بالكاميرا كده ننزل ونوري الناس كل ما هو جديد وإيه اللي بيحصل في مجال الأمن الغذائي في مصر، ده في غاية الأهمية. الصادرات المصرية واصلين لفين؟ احنا الصادرات المصريه يمكن حضرتك شفتي برضو يعني، خلينا نرجع ورا في ظل ازمه كورونا، في ظل يعني تاثر حركه التجاره الدوليه باكثر من 25%، في ظل تاثر حركه النقل، احنا الحمد لله الصادرات المصريه الزراعيه زادت الى رقم غير مسبوق. احنا الحمد لله السنه اللي فاتت عملنا حوالي 5.2 يعني حوالي اكثر من 5 مليون طن، اكثر من 2.2 مليار دولار يعني حوالي 34 مليار جنيه مصري. احنا السنة دي حتى الآن في سنة 21 اللي هي مضى منها حوالي 8 شهور وصلنا إلى حوالي 4.5 مليون طن، بزيادة حوالي 600-700 ألف طن عن الفترة المماثلة من العام السابق. دي أرقام بتؤكد إن الدولة المصرية والمنتج المصري أصبح له سمعة. احنا بنصدر أكثر من 360 منتج لأكثر من 150 دولة، ما عندناش دولة في العالم اسمها ما بتقبلش سوق المنتج المصري. كل المنتجات المصرية احنا دخلنا أسواق ما كناش بنفكر بالمناسبة نخبط على بابها. نعم. في ظل أزمة كورونا فتحنا 11 سوق، أهمها السوق الياباني. كل حياتنا ما قدرناش نخش، دخلناه. احنا الأول في تصدير البرتقال، احنا في تصدير الفراوله المجمده، احنا بنصدر البطاطس تحتل رقم 2 في التصدير. احنا يعني دورنا في التصدير، وده نتيجه الجهود الدوله المصريه كلها طبعاً. وبرضه جهود زملائنا المزارعين والمنتجين اللي بيتبعوا كذا الاجراءات، بيتبعوا الاجراءات التتبع، وانهم بيحافظوا على المنتج من وقت الزراعه حتى وقت التصدير والتغليف والتعبئه، وان يبقى في رقابه واستخدام المبيدات بشكل يعني علمي وحاجات صحيح. منظومه، ما هيش مش عمليه اجتهاديه، ده منظومه.